ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله موضوعنا عن الليزر المنزلي. هقول لكم النهارده تجربتي معاه بعد استخدام سنه. هنعرف مع بعض الاول يعني مكوناته، هنفتحه مع بعض، هنعرف كل المكونات بتاعته، ازاي بيشتغل، بنستخدمه ازاي، مين اللي المفروض يستخدمه ومين المفروض ما يستخدمهوش. وهقول لكم تجربتي معاه اذا كان فعلا يستحق ان احنا فعلا نجيبه او لا. وهنعرف مع بعض النهاردة كل التفاصيل عن جهاز الليزر فيليبس. هنعرف أحسن نوع للليزر. تابع معايا بقى الفيديو علشان نعرف مع بعض التفاصيل كلها. أول حاجة كده يا بنات، هو بيجي معايا بالشكل ده. ده شكله بتاعه، هو اسمه جهاز فيليبس اهو زي ما انتوا شايفين. معاه هو عبارة عن الجهاز ده، ومعايا قطعة واحدة للوجه، ومعايا الجهاز اللي هو البراشر ده اللي هو بيستخدم لغسيل الوجه، يعني غسيل الوش مع الغسول كده، بيعمل ريفرش كده للبشرة. النوع الجهاز اللي معايا طبعا تعرفين هو فيليبس. هنفتحه مع بعض دلوقتي علشان نعرف مكوناته. ده شكل العلبة، بيجي هو كده في معاه شنطة كده، الشنطة البيضة دي هو بيتحط فيها علشان نحتفظ بكل المكونات بتاعته. افتحها معاك واهو ده شكله، ده شكل الجهاز زي ما احنا شايفين اهو. فيه 5 سرعات، 1 2 3 4 5، 5 سرعات بتوعه. يعني لما بتيجي تشغليه بتشوف السرعة اللي هي المناسبة ليكي، يعني السرعة اللي مش بتوجعك. ده أول حاجة معاه، دي السرعات بتاعته. ده شكله اهو زي ما انتوا شايفين. ده الوش بتاعه، ده بتاع الجسم كله، يعني بتاع الجسم كله بما فيهم الأندر أرم والبكيني. ده بتاع الجسم كله والأندر أرم والبكيني اهو، ده شكله. طيب بيجي معاه كمان يجي معاه هنا دي القطعة التانية، دي للوجه اهوت، هو مرسوم عليها هنا للوجه اهوت، معرفش شايفينها ولا لأ، مرسوم عليه للوجه. وده جهاز البراشر اللي انا قلت لكم عليه اللي بنستخدمه للبشرة. ده شكله، بنشغله من هنا كده، هو بيتشحن، وبعد ما بيتشحن بنستخدمه زي يعني زي شحن الموبايل بالظبط، بيتشحن، ولما الشحن بتاعه بيخلص بنشحنه تاني، بنحطه كده على البشرة زي ما انتوا شايفين كده، بس بشرة بقى الوش طبعا، وبنمشي كده على البشرة. حلو جدا، بيعملها ريفرش وبيعمل كده يعني ايه، نضارة للبشرة، تحفة بجد. بنستخدمه مع الغسول، يعني اي غسول انت بتستخدميه بتحطيه على بشرتك وبتمشي عليه البراشر ده لمدة 5 دقايق او حاجة، بينظف البشرة جدا وبيخليها منتعشة كده وحلو. ده جاي هدية مع الجهاز، يبقى الجهاز ده البراشر والشاحن بتاعه. طيب ده بقى ايه؟ ده بقى الشاحن بتاع الجهاز بتاعنا بتاع الفيليبس، بيتحط فيه من تحت من هنا، وبنحط فيه الكهرباء واحنا شغالين فيه. يعني انت لو شغلناه دلوقتي مش هيشتغل. بصوا يعني احنا بنشغله من هنا مش هيشتغل، لازم نحط ده في الكهرباء ونوصله بالكهرباء، يعني بنحطه في الشاحن ونوصل الشاحن بالكهرباء علشان يشتغل، لان هو بيشتغل بالشاحن، يعني مش زي الموبايل، لازم بنوصل بيه الشاحن ونحط الشاحن في الكهرباء بس كده. ومعاه المنديل بتاعه علشان نبقى نمسح الوش بتاعه، ومعاه هنا ده التطبيق بتاع فيليبس. لو عايزين مثلا تكتبوه على الموبايل او تنزلوه على الموبايل، بتمسحوا الباركود بتاعه ده بالموبايل، وبينزل التطبيق عندكم علشان تعرفوا عنه كل حاجه وتعرفوا تفاصيله. ده بقى الكتالوج بتاعه ده فيه كل حاجه عايزه تعرفيها، يعني فيه كل حاجه. بصوا بقى يا بنات، هنفتحه كده مع بعض.
بأول في أول صفحة بيفتحها لك هنا، اللي هي بيعرفك مكونات الجهاز، يعني بيعرفك إن دي السرعات بتاعته زي ما قلنا، وده القطعة بتاعة الجسم كلها، وده الشاحن، ودي القطعة اللي بيركب فيها الشاحن، ودي القطعة بتاعة الوجه، لا دي قطعة الجسم كلها، دي القطعة بتاعة الجسم وده قطعة الوجه. هو بيعرفك كل حاجة يعني. طيب هنا ايه معنى الجدول ده؟ هنا بيقول لكم يا جماعة ان البشرات اللي ينفع تستخدم الجهاز ده هي البشرات دي اللي مكتوب عليها صح دي، يعني البشرة الفاتحة دي، دي البشرة لازم تكون. يبقى احنا هنعرف بقى دلوقتي مين اللي المفروض يستخدمه. المفروض اللي بيستخدم الجهاز ده بتكون بشرتها فاتحة، يعني لو حد بشرته غامقة ما ينفعش، لانه هيعمل له حساسية ومش هيستفيد منه خالص وهيبهدل له جلده جدا. فاحنا البشرات اللي ينفع تستخدمها معانا الجهاز ده جهاز فيليبس، البشرة الفاتحة خالص والأغمق منها سنة والأغمق سنة كده، يعني البشرة تكون لازم تكون فاتحة. هنا بيقول لك اكس على البشرة الغامقة والبشرة الغامقة الثانية، يعني البشرات الغامقة دي لا ما ينفعش تستخدمه. يبقى احنا اول حاجة عرفنا ان البشرة اللي المفروض تستخدم الجهاز ده البشرة الفاتحة، ولازم يكون الشعر، يعني الشعر بتاعها يكون غامق، يعني البشرة بتكون فاتحة والشعر بيكون أسمر، يعني ما ينفعش يكون الشعر وبري اللي هو الشعر الفاتح، ما ينفعش اللي هو الشعر الأشقر والشعر الأصفر، ما ينفعش نهائي، لازم يكون البشرة بيضة وتكون الشعر أسمر. الملحوظة دي مهمة جدا جدا جدا، لأنكم لو بشرتكم غامقة ومثلا الشعر بتاعكم وبري أو كده، الجهاز ده مش هينفع معاكم وهيعمل لكم حساسية وهيعمل لكم التهابات، ومش يعني مش هيبقى بالنتيجه اللي انتم متخيلينها، ومش هيعمل اي نتيجه معاكم خالص. يبقى لو انت بشرتك بيضه والشعر بتاعك اسمر يبقى الجهاز ده هينفع معاكي، لو بشرتك غامقه والشعر بتاعك اشقر مش هينفع معاكي خالص، يبقى لازم تكون البشره فاتحه ويكون الشعر اسمر. يبقى احسن منطقه على فكره بيستخدم فيها الجهاز ده بيبان فيه المفعول بتاعه، مفعوله جدا جدا يعني، في الاندر ارم والبكيني. المكونات بتاعته الأجزاء بتاعته وعرفنا مين اللي المفروض يستخدمه. هنا بقى لو جينا نفتح الكتالوج هيقول لك بقى الكتالوج بقى عبارة عن ازاي تستخدميه وتستخدميه كل قد ايه وكده. فانا هقول لكم الكتالوج وهقول لكم انا ملخص الكتالوج بتاعه علشان تشوفوا منه نتيجة كويسة، لازم تستخدموه كل اسبوع، يعني هنستخدمه مثلا يوم الاربع، عملنا مثلا يوم الاربع يبقى الاربع اللي بعده على طول لازم نعمل ده لمدة حوالي شهرين او ثلاثة، يعني حوالي 3 شهور بالظبط تعملي كده علشان يبان نتيجة، يعني النتيجة مش بتبان غير بعد 3 شهور. هو طبعا الشعر مش بيروح، يعني هو مش بيشيل الشعر، هو بيقلله، بيقلل نموه. لو دنيتكم تستخدموه لمدة 3 شهور كل اسبوع مرة، يعني هنستخدمه يعني كل مرة كل اسبوع لمدة 3 شهور، هيبدأ النتيجة بتاعته تبان. علشان يبان بقى وعلشان نحس كده ان الشعر مش بيطلع لمدة 6 شهور، نتيجته مش هتبان معاكم غير بعد 6 شهور. عايزة اقول لكم تجربتي معاه لذيذة جدا، هو حاجة محترمة جدا وفعلا يستاهل. بس لازم المواظبة، يعني لازم كل اسبوع نستخدمه مرة كل اسبوع لمدة 3 شهور، وبعد ال3 شهور يعني بعد ما يعدي 3 شهور هنستخدمه مرة كل اسبوعين، يعني كل اسبوعين هنستخدمه مرة لمدة 3 شهور كمان. بعد ال6 شهور بقى هتشوفي بقى، لو لقيت الشعر قل خالص يبقى يكفي مرة واحدة مثلا كل شهر، بس لازم تواظبي عليه وتستخدميه على طول، لأنك لو ما استخدمتوش على طول مش هيعمل معاكي أي نتيجة. تمام كده، يبقى كده عرفنا رأيي فيه. رأيي فيه ممتاز جدا، جهاز جميل، ما بتحسيش بأي ألم فيه خالص، ما فيش فيه أي ألم ولا خالص خالص، يعني مش هتحسي بأي ألم. طيب طريقة بقى استخدامه، أول حاجة قبل ما بنستخدمه لازم نكون منظفين الشعر كويس جدا، يعني لازم نكون منظفين الحته اللي احنا هنستخدم فيها. ازاله الشعر بتكون ما بتكونش بالسويت خالص، هي يعني بتكون بالشفره، يعني بالشفره بالشيفنج، علشان ما هو اصلا ده اساسي علشان ما يشيلش الشعره من جذورها، فكده الليزر مش هيعمل اي حاجه، لانك لو استخدمت سويت فهيشيل لك الشعره من جذورها، فكده الليزر ملوش لازمه، لان الليزر اصلا تقنيه عمله ان هو بيموت الشعره، بيموت بصيله الشعر. فانت لما تستخدمي السويت هي اصلا هيشيل لك البصيله من جذورها، فاذا الليزر مش هيبقى ليه اي لازمه، لانه مش هي مفيش بصيله عشان يموتها.
فاذا اهم حاجه ان احنا بنشيل الشعر وبننظفه قبلها على طول، يعني قبلها بساعه بنص ساعه ما فيش مشكله، يعني نقدر نستخدمه بعد ما نشيل الشعر. بيستخدم ازاي؟ اهم حاجه تكون المنطقه نظيفه علشان هتشم ريحه شياط كده، لو في شعر او في اي حاجه هنشم ريحه شياط، فاهم حاجه بتكون المنطقه نظيفه ونكون منشفينها كويس. ونستخدم الجهاز، اهم حاجه طبعا ما نكونش دهنينها حاجه، يعني ما ندهنهاش مرطبات او اي حاجه علشان ما تعملناش حساسيه، تمام كده. طيب طريقه بقى استخدامه بيكون كده اهو، بنشغله من الزرار ده، الجهاز بقى بيستخدم ازاي؟ اهم حاجه تكون المنطقه نظيفه علشان هتشم ريحه شياط كده، لو في شعر او في اي حاجه هنشم ريحه شياط، فاهم حاجه بتكون المنطقه نظيفه ونكون منشفينها كويس. ونستخدم الجهاز، اهم حاجه طبعا ما نكونش دهنينها حاجه، يعني ما ندهنهاش مرطبات او اي حاجه علشان ما تعملناش حساسيه، تمام كده. طيب طريقه بقى استخدامه بص اهوت بيكون انا كده، ركبته في الشاحن بتاعه، هو لازم بيشتغل بالشاحن اهو، ركبت في الشاحن وشغلته على السرعة، مثلا انا هخليه على سرعة واحد مثلا اهو، وبعدين بنحطه كده على الجلد اهو، وهو ليه زرار من تحت اللي هو الزرار ده، ده الزرار ده، اول ما بحطه بقى كده بنقول ايه، هو بيكتب لك ريدي يعني جاهز، بضغط عليه كده اهو، هو بينور وبيقوم عامل ومضة حمراء كده، بس كده بحطه اهو. بصوا بأول ما بينور كده بعرف ان هو كده جاهز ريدي، بضغط على الزرار بيعمل ومضة حمراء، خلاص كده اشتغل. هعمله تاني اهو، نور اللون الابيض، بضغط على الزرار، تمام كده عرفنا طريقة تشغيله. طيب حاجة مهمة جدا، ممكن مثلا الناس تقول ايه مثلا ايه، علشان مثلا يشيل الشعر على طول وكده ويشيله حلو، ان احنا نعيد على الحتة اللي احنا عملناها كذا مرة. لا ما ينفعش، انت بتحطي الجهاز على الحتة اللي انت عايز تعمليها مرة واحدة بس، وبعد كده بتشيليها وبتحطي على الحتة اللي جنبها، على المنطقة اللي جنبها، بس كده. يبقى احنا كده عرفنا الفيديو، عرفنا طريقة استخدام الجهاز، قلت لكم تجربتي معاه، هو فعلا حلو جدا فعلا، بس مع الاستمرار ومع المواظبة، لان ما ينفعش ان احنا مثلا نستخدمه اسبوع اسبوعين وبعد كده ما نستخدموش ونقول ما عملش نتيجة. لا، انت اقل حاجة علشان هتشوف النتيجة هتشوفها بعد 6 شهور. قلت لكم على تجربتي معاه، كويس جدا. احلى جهاز هتستعمليه هو طبعا جهاز فيليبس، معروف طبعا ان جهاز فيليبس احلى جهاز، احلى جهاز للليزر المنزلي يعني. فيليبس احلى جهاز، عرفنا المكونات بتاعته، عرفنا طريقة استخدامه، مين المفروض يستخدمه ومين المفروض ما يستخدمهوش، عرفنا ازاي بنطبقه على الجلد، يعني ازاي بنستخدمه يعني، بس كده. اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنزله. اسيبكم في حفظ الله، مع الف سلامة، مع السلامة.